ادونا الضربة التانية. مين اللي قال ومن فيلم ايه؟ انا اتمرمنت قوي يا راضي. هندوس لو عارف. 3 2 1. كان في فيلم بتاع احمد حلمي. لما كان اسم الفيلم هقول لك اسم الفيلم حالا. لما جه مصر. 3. هقول لك حاجه. هقول لك فيلم الاسم الفيلم. لما جه مصر من بره كان ايه؟ لا ستوب. خلاص ماشي. معرفش الاجابه. صفر. عندك اجابه؟ ما هو خلاص اكيد عارف. ما هو مش عسل اسود. ما ايوه احمد حلمي عسل اسود. ادوله 5 درجات. مش هينفع خلاص. ليه؟ ما هو خلاص ما عارف اللي بعده. ايه السؤال؟ بدل السؤال ليه؟ هو انت جاوبته؟ ايوه. طب ما هو ما كانش عارف. لو انت جاوبته ما هو ما كانش عارف. لا ما كنتش عارفه. ما هو جاوب اهو. ما هو خلاص ما كنتش عارف. تعالى يا حاج. انت رحت فين يا حاج؟ الله يخليك. انا رجعت اهو. انت زبده كنت عارفه ولا انا اللي انت ساعتين يا عم اللي شايفك؟ ايوه ماشي. عشان كده بقول ما ينفعش. لازم تقول الاجابه كامله. لا ما انا كده. هو عارفه كده اهو. مش هو عارفه. مش انت اللي دست؟ ايوه. المفروض دست يبقى عارف الاجابه كامله. ماشي. انت جاوبت نص الاجابه. أيوه. هو قلت احمد حلمي في الفيلم اللي جاي من امريكا. أيوه. وهتحكي لي الفيلم بقى لما كان نزل الشارع وباسبوره ضاع والجو. هو افتكر. هو ما كانش عارف. خلاص يبقى هو اللي عارف. خلاص الجوله دي حسمت عنده. لا نص بالنص. اتفضل حضرتك. شكرا. اتفضل حضرتك. شكرا. ادونا ميشو وادونا اسراء. اسراء مش هتبقى كده. هذا البرنامج برعايه